בנות, יא בנות, יא בנה, אין לי מחלף שבנה, משבע שמנלחני יא וואלה. يا بطة أنا محمود أنا استأذنت من ماما اللي أنا أخذ منها التليفون وأجي أصور معاك تحت. كل سنة وأنت طيبة يا بطة وسنة سعيدة عليكي. وأنت طيب يا عم محمود. اللي أنت عاوزاه يا حبيبة قلبي اتفضلي. أنا ما بعرفش في التليفونات دي بقى، أنت تصوري. ماشي يا عم محمود. وأنا هقول لماما تجيب لي لبس بابا نوين زيك. وأديلها وتقول لك ماما خدي، كل سنة وأنت طيب. وانت طيبين، كل سنه وانتم طيبين، بس اقول لماما كل سنه وانتم طيبه. ماشي يا عم محمود. ماشي، ربنا يخليك يا بطه، ولما تجيب اللبس ها تعالي تصوري معايا ونلعب مع بعضينا. ماشي يا عم محمود. ماشي يا بطه. كل سنه وانت طيب بابا. باي باي يا حبيب قلبي. في ايه يا عم محمود؟ لا ده مفيش حاجه، دي بطه لازم تتصور عشان لابس طقم بابا نويل بقى. انا قلت افرح الاطفال، وانت عارفاني بحبهم، عشان انا ما بخلفش بقى، بحب الاطفال العب معاه. كل سنة وانت طيب يا عم محمود. وانت طيبة وانت طيبة يا ست الكل. ياه وحشتيني يا بنتي، مش زمانك كنت معايا دلوقتي وبفرحك، بقالي سنتين ما شفتكيش. بس انا اللي عملته في نفسي، انا اللي عملت كده في نفسي، انا اللي رميتك عشان خاطر جوزي قال لي لازم ترمي بيتك، رميت بيتي وبعد كده رماني هو كمان. وحشتيني يا بنتي. عم محمود. نعم. تعرف انا رايحه فين دلوقتي؟ فين؟ رايحه دار الايتام، رايحه اوزع لعب على الاطفال وحاجات بابا نويل. الله. تيجي معايا يا عم محمود؟ يا ريت. حتى يشوفوك وينبسطوا. يا ريت والله. يتصوروا معايا. اجي معاك تحت امرك والله. يا ريت. حاجه تبسطني. تسوق لي العربيه عشان انا مفيش اعصاب اسوق. ده عينيا الاثنين والله، وجزاك الله كل خير. ربنا يخليك. الله يخلي معاك ست الكل. تعالي اتفضلي تعالي. جاهزين يا اولاد؟ جاهزين. يلا كله يقول ورايا. تمام؟ تمام. اتنين في اتنين باربعة. اتنين في اتنين باربعة. لا صوت اعلى. تمام؟ اتنين في تلاتة بستة. اتنين في تلاتة بستة. اتنين في اربعة بتمانية. اتنين في اربعة بتمانية. اتنين في خمسة بعشرة. اتنين في خمسة بعشرة. ايه يا مسمار؟ مسمار يا حبيبي. مسمار. نعم استاذ احمد. مش مركز معايا ليه يا حبيبي؟ بص على السبوره. حاضر يا استاذ احمد. ماشي يا حبيبي؟ حاضر. جدع انت، خلي بالك انا متفائل فيك خير على فكره. يلا ورايا. 2 في 7 ب 14. 2 في 7 ب 14. 2 في 8 ب 16. 2 في 8 ب 16. 2 في 9 18. 2 في 9 18. 2 في 10 20. 2 في 10 20. 2 في 2 ب 4. 2 في 7. 2 في 7 ب 14. 2 في 4 ب 6. ركز معايا تاني يا مالك، مش هعد لك الدرس تاني. ماشي. 2 في 6 ب 12. 2 في 2 ب 4. جدع يا مسمار، جدع. شاطر. يلا يا مالك ركز معايا تاني، يلا ماشي. ركزوا. 2 في 2 ب 4. 2 في 2 ب 4. 2 في 3 ب 6. 2 في 3 ب 6. 2 في 4 ب 8. 2 في 5 ب 10. 2 في 5 ب 10. 2 في 6 ب 12. 2 في 6 ب 12. 2 في 7 ب 14. 2 في 7 ب 14. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله والله كويس. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الاطفال بيسالوا عليكي والله. هم وحشوني جدا وانا جيت النهارده عشان اشوفكم، وبمناسبه السنه الجديده جايبه لهم هديه. ده هيفرحوا قوي. كل سنه وانت طيب. والله حضرتك منوره الدنيا كلها. ربنا يخليك. اتفضلي اتفضلي حضرتك. حاضر. اساعدك؟ لا شكرا. طبعا اتفضلوا 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 اتفضلوا. ازيك يا استاذه ندى؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا استاذه ندى؟ عامله ايه؟ ماما ندى جت. ماما ندى جت. ماما ندى جت. ماما
الاطفال جوه في حصه الالعاب، هم بس عندهم حصه رياضه النهارده. خلاص ماشي. عارفه يا استاذه ندى مستنيينك تيجي والله. انا بحبهم وبحب اشوفهم، عشان كده هم وحشوني وجيت اشوفهم. واحنا بنحبوك يا كل يوم يسالوني فين ماما ندى، فين ماما ندى، عايزين ماما ندى اللي بتفرحنا. انا جيت لكم اهو. عاملين ايه؟ الحمد لله. هو في حد جديد؟ اه يا استاذه ندى، في اتنين جم جداد، واحده عندها 7 سنين وتايهه، وواحده عندها 11 سنه برده وتايهه. بنتين بس هما في حصه الالعاب. روح يا محمد. طب ممكن اشوفهم؟ ماشي يا استاذ. اه طبعا هجيبهم لك. لحظه واحده بس، ناديهم من حصه الالعاب. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا تعالوا خدوا الهدايا. بصوا ماما ندى جايبه لكم هدايا عامله ازاي. يلا يلا طابو زي ما عودتكم. يلا ماشي. يلا تعالوا حبايب قلبي. يلا طابو زي ما عودتكم. البنات الاول. يلا اتفضل يا حبيبي. ماشي خد التربوش. شكرا. البس. يلا يلا حبيبي. التربوش الولادي. ماشي شكرا. ماشي يا حبيب قلبي. اتفضل. اتفضل. شكرا. اتفضل يا حبيبي. البس يا مسمار. يلا اتفضل. اتفضل. البس يا مالك. يلا يا هي. يلا يا مكه. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. كل سنه وانت طيبه. سنه سعيده عليكم. الله. كل سنه وانت طيبه يا مكه. وانت طيبه يا ماما ندى. انا بحبك قوي. وانا كمان. ده هم حافظينك هنا. ايوه. كلنا بصوت واحد. شكرا يا ماما ندى. شكرا يا ماما ندى. شكرا يا ماما ندى. ربنا يخليكي لينا يا ماما ندى. ربنا يخليكي لينا يا ماما ندى. النهارده ماما ندى جايباني هنا عشان العب معاكم. تحبوا تلعبوا ايه اللي انتوا عاوزينه؟ ماشي؟ ماشي. اي حاجة انتوا عاوزينها هلعب معاكم. ماشي؟ ماشي. يلا. يلا. عارفين لعبة كوكو كوكو؟ اه. يلا العبوها. يلا. يلا اعملوا دايرة حواليا كده. يلا. يلا يا مكة. يلا. كوكو كوكو. عاوز ايه؟ عاوز اكلكو. وكمان ايه؟ وكمان اكلكو. وكمان ايه؟ هو لا. يلا يا اولاد الاغنيه اللي حفظتها لكم. ماشي. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه ولا جاش الحلويات. حلوه الايام في عينيا علشان خلفت بنيا، ولا شفت الارض اتعدت ولا بنيت الحيط عليا. الله صوتك جميل قوي بجد، صوتك جميل قوي. شكرا. مالك يا استاذه ندى؟ مش مبسوطه اليوم؟ مش بتغني معانا وانت جايه كنت مبسوطه. اصل بصراحه انت فكرتوني ببنتي. بنتك؟ اه. هو حضرتك عندك بنت اصلا؟ ايوه عندي بنت، بس تاهت مني من سنتين. عارفه يا استاذه ندى، على الخير اللي انت بتعمليه دوت باذن الله، باذن الله هتلاقيها. يا رب يا رب الاقيها. انت كفايه بس انت الفرحه ان الاولاد اليتامى دول، كفايه بس والله باذن الله باذن الله هتلاقيها. هتلاقيها ان شاء الله يا رب. اصل وحشتني قوي. بصي يا اميه، بصي يا غزل، دلوقتي استاذه ندى جت لنا، واستاذه ندى دي بتيجي لنا كل شهر بتفرح الاطفال وتجيب لهم هدايا. هي اسمها استاذه ندى؟ اه. الله. تعرفي ماما كان اسمها ندى. ان شاء الله يا امنيه مامتك ترجع لك وهتلاقيها والله. ماشي؟ ان شاء الله. بتجيب لكم هدايا وهتلعب معاكم وهتعملوا كل اللي انتوا عايزينه. ماشي يا حبيبتي؟ ماشي. بس انا طالبه منكم طلب انتوا الاثنين. ايه هو؟ انا مش عايزاكم زعلانين كده طول الوقت، المفروض تفرفشوا وتضحكوا معانا. ماشي؟ حاضر. وان شاء الله لو دعيتي ربنا مامتك هترجع لك. ان شاء الله بدعي على طول والله. ان شاء الله يا حبيبتي ترجع لك مامتك. استاذة ندى. صح. دي غزل ودي أمنية. أمنية ماما وحشتيني يا حبيبتي. بنتي وحشتيني. وحشتيني يا أمنية. أنا أسفة يا حبيبتي على اللي عملته معاك. أنا أسفة، حقك عليا. حقك عليا يا حبيبتي. سامحيني يا أمنية. وحشتيني قوي يا ماما.
انتي كمان يا امنية وحشتيني قوي يا حبيبتي. سبتيني ليه يا ماما ومشيتي؟ يا ماما سبتيني في الشارع وانت عليك يا ماما عشان تتجوزي. ليه يا ماما بس سبتيني يا ماما؟ كنت وحشاني قوي يا ماما. حقك عليا يا حبيبتي انا انت عليك يا ماما انت سيبيني. يا ماما انت مش بتحبيني يا ماما؟ لا طبعا بحبك. سنتين يا ماما سنتين يعني يا ماما سنتين انت عارفه ماما سنتين دول كنتش عارفه اعيش فيهم. كنتش مبقتش عارفه انام. بقول انا بقيت يتيمه ماليش ام ولا ليا اب. يعني بابا سابني وانت كمان تسيبيني يا ماما؟ حقك عليا يا حبيبتي والله. زي ما انا رميتك في الشارع بسبب جوزي جه في يوم برضه هو رميني في الشارع يا امنيه. حقك على ايه يا حبيبتي سامحيني؟ اكيد هتسيبيني تاني صح؟ لا طبعا مش هسيبك يا امنيه. يا استاذه ندى استاذه ندى الكلام اللي انا سامعه في ودني ده بجد؟ ايوه حقيقه بجد. يعني ايوه امنيه بنتي امنيه. لا استاذه ندى تبقى مامتك؟ اه تبقى ماما. ياه شايفه استاذه ندى لسه قايل لك ايه؟ قايل لك ان شاء الله هتلاقيها. والله العظيم باين عليها كان باب السماء مفتوح ولا ايه ده ولا في الافلام والله. شفتي يا امنيه لما قلت لك هتلاقي مامتك لقيتيها ازاي؟ والله انا مش مصدق. تدعي ربنا هتلاقيها والله. والله ما مصدق. الحمد لله يا امنيه اللي لقيتي مامتك. والله يا امنيه بعد ما سبتك ومشيت رجعت وقعدت ادور عليكي كتير يا امنيه وما لقيتكيش يا حبيبتي. انا زعلانه منك قوي يا ماما. وطول السنتين دولت وانا بدعي ربنا عشان الاقيك يا امنيه واشوفك تاني. وانا كمان والله يا ماما على طول بدعي ان اشوفك تاني. وحشتيني يا حبيبتي. انت كمان. انت عارفه يا استاذه ندى دايما امنيه قاعده زعلانه ما بتضحكش ابدا. تدعي ربنا ماما ترجع. ايه يا امنيه يا حبيبتي؟ ايه انت بتعيطي يا حبيبتي؟ لا دي انت لقيتي مامتك يا حبيبتي ما ينفعش تعيطي. انت المفروض تكوني فرحانه ومبسوطه. انا مبسوطه خلاص هتروحي بيت ماما يا امنيه. خلاص هتروحي معانا دلوقتي. مش عاوزه اشوفك بتعيطي تاني. عاوزاكي على طول مبسوطه. انا هعوضك السنتين دولت يا امنيه. كل اللي جاي فرح باذن الله. يعني ماما مثلا لو ماما ما كانتش مشاكي ما كنتش برضه تفتكريني يا ماما؟ ولا لو ماما مشاكي يا ماما انت افتكرتيني؟ حقك عليا يا امنيه. يا ماما انت عمرك ما فكرتي بيا يا ماما. ازاي سبتيني لوحدي في الشارع يا ماما وتسيبيني؟ ما عرفتش انا قد ايه كنت بحبك يا ماما. حقك عليا. ما عرفتش انا قد ايه كنت هتضايق. يا بختك يا امنيه ليكي ام. انا ينفع كده يا ماما افكر طول السنين دي انا يتيمه؟ ليكي ام يا امنيه. خلاص يا امنيه الحمد لله. قولي الحمد لله ماما جات لك. خلاص انا بسمع يا ماما الناس اللي بيبقى ابوهم ميت دول امهم متعوده مع ابوهم متعوضه مع كل حاجه. انت ما عودتنيش يا ماما عن اي حاجه يا ماما. طبعا لا يا استاذ كمان سبتيني يا ماما. خلاص بقى الحمد لله ان هي رجعت. يا ماما مهما حصل مش هقدر احكي لك على اللي جوايا يا ماما. انت مضايقاني قوي يا ماما والله. معلش يا استاذه ندى هي كانت زعلانه قوي. حقك عليا يا امنيه. حقك عليا يا حبيبتي. الحمد لله يا امنيه ان مامتك رجعت. الحمد لله. وانتوا ان شاء الله يا حبايبي كل واحد مامته وابوه يلاقوه ان شاء الله يا حبايبي باذن الله. والله قطعت لنا قلبنا. وانت هتروحي معانا يا امنيه؟ خلاص ما تعيطيش يا حبيبي. تروح ازاي يا استاذ محمود بس؟ تروح ازاي؟ يعني تروح ازاي؟ امنيه وروح ولا ايه؟ لازم اجراءات. طب انا معاكم في اي حاجه. بصوا صور امنيه. بص انا حاطه صوره امنيه على التليفون اهي وفي كل حته صوره امنيه. بص صوره امنيه. لا يا استاذه ندى ما ينفعش بالصور دي. احنا عايزين شهاده الميلاد وعايزين بطاقه حضرتك وعزيمه الجواز. كل حاجه كل حاجه تجيلك. الحاجات دي سهله تجيلك. تجيلك والله الورقه دي تجيلك. كل اي حاجه انت عاوزها انا هجيبها لك. بس اول حاجه اخد بنتي. وتعالى طبعا بعد ما تجيبي وقت تاخديها معاك. طب شوفي الاجراءات والنبي. تعالى روح معايا شوف الاجراءات والنبي. تعالى اتفضلي. تعالى يا سلمى اديهم حصه العربي. ماشي تعالى. تعالى يا امنيه. تعالى اتفضلي. تعالى تعالى اتفضلي يا امنيه. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. اقعد يا عثمان. طب بص عليها يا حبيبي. الحمام. حمام؟ طب عاوز اقول لك على حاجه. ما تاكلش سمك وبيض خالص النهارده. مش هاكل. ولف نفسك كويس وانت نايم. حاضر. ماشي نام. اقعد يا حبيبي اقعد اقعد. ماشي. روح الله يصلح حالك. ماشي. ماشي. يلا يا حبايبي هنبتدي عندنا حصه عربي وكل واحد يدعي ربنا ان مامته ترجع زي ما امنيه دعت كده مامتها رجعت لها. يا رب. ماما تجيلي وترجع لي. انتوا اكيد فرحانين ان مامت امنيه رجعت لها. يا رب.